خالتي الزمرد؟ ممكن نروح ننام؟ أكيد ممكن يا بنتي، روحوا ناموا. عم بستنى خبر من هاندا لأنها ما عم ترد على موبايلها مثل العادة. هي عادتها لهاندا، لا تقلقي بتجي بعد شوي. وأخيراً تكرمت وبعتت لي رسالة. ما قدرت رد لا تواخذيني، كنت عم دوري على شغل، ما عم اتصل فيكي مشان ما يرن موبايلك، لأنه هذا وقت دلال جوز الحمام وأنا ما بدي أزعجهم. إذا كانوا جنبك لا تسكري خليهم يسمعوا. يا ما بتول ما عاد يجي بعد هلا، فيكن ترتاحوا وتاخذوا نفس، بكفي الإنسان يقع مرة واحدة. رفيقتي اللي كنت مفكرتها رفيقة خلتني اندم لأنها بتغار مني على جوزها وما وقفت جنبي للمصروف. لا تعرفي بتول، أنا كنت صريحة معك، قلت أنا ويمان إنه ماضي وانتهى. أنا لعبت على المكشوف، ما تآمرت بخبث، بس معك حق، خلي جوزك وبيتك يلي راح تهدى، خلي كون سوا مبروك عليك. تصبحي على خير. بخير. شو هي؟ هاندا كتبتها لك، خود اقرا. ما بدي، ما بتهمني. انا بعرف انه بدك تقراها يا ما. طيب وانا عم قلك ما بدي اقراها. وانا عم قلك ما بدي غموض بحياتي بعد هلا، ولا بدي انك تضل تفكر شو كتبت هاندا. ما رح تقراها، انا بقراها. آه يا يمان، شكل المصايب ما رح تخلص. أنت نايم ومعانق بتول وأنا ما نمت طول الليل، فكرت بكل شي كتير، بعد شفقت على حالي. تعرف أول مرة بعيش وجع أني سلم الزلمة اللي بحبه لوحدة تانية، هيك نصيبي. أنت من نصيب بتول، مع أنه إذا كانت هي نايمة معك بغرفة النوم وأنا، فهذا الشي صار بفضلي. انبسطوا سوا قد ما فيكم، بحبكن أنتوا الاثنين، بس بحبك أكتر هاندا. تفاجأت لأنك ناديتيلي. ليش؟ ما في شغلات لازم نحكي فيها مرة لمرة حضرة الممرضة؟ ما بعرف. في؟ أكيد في. ما بعرف إذا كان بدك عدنان جنبك، بس هو مو فاضي هلأ، عم يرتاح فوق، وأنتي بتعرفي ليش عم يرتاح. تفضلي قعدي حضرة الممرضة. حالي كتير، ليش الصبايا الصغار مثلك بيهتموا برجال أكبر منهم ومتجوز وعنده أولاد؟ ما بظن ناديتي لي على جلسة علاج. تعرفي أنتي مو دكتورة نفسية وأنا ممرضة. حاجة حضرة الممرضة، حاجة. بالمناسبة أنا وأنتي منعرف أنك مو ممرضة، دورت وراكي وعرفت. هاتي حكي لي الحقيقة المخباية تحت هالوش البشوش بقى. شو صار؟ مرق عليكي من زمان حتى صرتي تتسللي لبيوت الرجال المتجوزين وتحاولي تغريهم؟ شكله عدنان من أول واحد. ما بقبل اسمع هالحكي. بس بدك تسمعي. أنت هلأ ببيتي وكنتي موظفة عندي لتاريخ مبارح، ولا نسيتي؟ بس هلأ لا. آه مزبوط، معناتها لازم نعطيكي صفة تانية. شو برأيك؟ عشيقة؟ برة؟ أي واحدة منهم؟ أنا لي اسم أزاد الخانو، وأنتي بتعرفي شو هو، وياريت تفوتي بالموضوع. أنا ليش هون؟ ما قلتلك عدنان بيك عامل علاقة مع هاي الممرضة. شوفي أزاد الخانو انكشف. أنتي شو دخلك؟ لا تغلطي هيك يا بنت.
حدا غيري غلط اختي كيزبان وانتي ما صدقتي. طلع اذا مسكتك ازادة خانم بدها تقلعك من البيت. يلا امشي امشي. هون في 200,000 ليرة خديهم تستاهليهم. شوفي لنكون صادقين، هدفي إنه ساعدك لتكملي اللي بديتي فيه، لأنه أنا وياكي منعرف إنه أنتي تحملتي ريحة تم واحد بهالعمر مشان شي تاني، يعني بلا ما نلعب على بعض. وإذا ما رضيت أخذ المصاري؟ عدنان ما رح يقدر يعطيكي أكثر منه، ما بتلاقي بعد كم يوم إلا وبطل يعطيكي شي لأنه أخذ الشي اللي بده إياه. وين صفيت أحلامك؟ أوب طارق. طيب وإذا قبلت المصاري؟ وبعدين؟ إذا ما كفوكي هدول بعطيكي 10 أضعاف. 10 أضعاف؟ ليش بدك تعطيني كل هاي المصاري؟ بدي أطلب منك شيء وأنت بدك تعملي.